السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات أولى ثانوي للغات سينيور 1. النهاردة إن شاء الله مع ليسن 1 في تريجنومتري. عندنا ليسن 1 بيتكلم عن تريجنومتري أيدنتيتيز أو تريجنومتريك أيدنتيتيز. في الأول كده نتفكر كده مع بعض، إحنا عارفين إن الساين والكوزاين والتان ده اللي هو ذا مين تريجنومتريك فانكشنز، تمام؟ ده اللي إحنا أخدناه على طول. طيب وافتكرنا اللي هو ان الساين ليه حاجه اسمها الريسيبروكال بتاعها، يعني واحد على ساين ثيتا، تمام، واحد 1 اوفر كوزاين ثيتا و 1 اوفر تان ثيتا. اوكي، طيب 1 اوفر ساين ثيتا كابت ايكوال 1 ايكوال كوزيك ثيتا. Again 1 over sin theta equal cosec theta. طيب لو انا اقول دلوقتي 1 over cosine theta equal what؟ equal sec theta، تمام. طيب 1 over tan theta equal what؟ equal cotan theta. دول يا شباب اللي احنا كنا بنقول عليهم ال reciprocal of the mean trigonometric functions، تمام. يبقى ما ننساش الكوزيك ثيتا معناها 1 over sin ثيتا، والسيك ثيتا معناها 1 over cosine ثيتا، والكوتان ثيتا معناها 1 over tan ثيتا، تمام كده. طيب يلا بينا نروح نفتكر اللي هو اليونت سيركل. احنا عارفين اليونت سيركل دي اساسا عباره عن سيركل الراديوس بتاعها ايكوال 1، الراديوس بتاعها ايكوال 1، يعني دي ايكوال 1 اهو، دي كده ايكوال 1، تمام كده. طيب احنا عارفين ان اني بوينت ان كوردينيت بلان ليها تو كوردينيت اكس اند واي، مظبوط كده. طيب يلا بينا، لو احنا دلوقتي عملنا رايت انجل تريانجل على اليونت سيركل دي اهي اهو، لو احنا عملنا دلوقتي رايت انجل على اليونت سيركل، تمام. طيب وقلنا هنا الانجل ثيتا، الانجل ثيتا، طب دي واي، دي كلها واي، يبقى الاوبزيت بتاعها واي، ودي ايه؟ ودي الاكس، مظبوط كده. طيب يلا بينا، لو احنا قلنا دلوقتي من الرايت انجل تريانجل فروم بايثاغورس ثيرم، فاكرين البايثاغورس ثيرم كان بيقول ايه؟ كان بيقول السكوير بتاع اكس بلس السكوير بتاع واي ايكوال السكوير بتاع الهايبوتنيوز، يعني 1 باور 2، وعارفين طبعا ال 1 باور 2 يعني 1 تايمز 1 ايكوال 1، تمام كده. يبقى اهي ايكوال 1 ايكوال 1، ودي مهمه جدا، تمام. طب يلا بينا، ايه هي الاكس باور 2؟ الاكس باور 2 الاول، ايه هي الاكس؟ الاكس دي يا شباب اللي هي الادجيسنت اوف ذا ساين ذا ادجيسنت اوف انجل ثيتا، يعني الاكس دي هي اللي جنب الثيتا، وكلمه اللي جنب الثيتا يعني الادجيسنت اوف انجل ثيتا، وعارفين ان الادجيسنت هو الكوزاين، برافو، تمام كده. طب انا عندي مستر هنا اكس باور 2، يبقى انا اخلي هنا الايه؟ الكوزاين باور 2، صح كده؟ اهو كوزاين باور 2. طب تمام، طب والواي؟ الواي هنا عندي المفروض انت عارف الواي دي من اليونت سيركل هو الاوبوزيت سايد اوف انجل ثيتا، الضلال اللي في وش الانجل ثيتا، واحنا عارفين اي حاجه اسمها اوبوزيت يعني ساين، صح؟ مش الساين اللي هي الاوبوزيت اوفر هايبوتنيوز، يبقى لو احنا شلنا الواي باور 2 هنحط مكانها ايه؟ ساين ايه؟ باور 2 ثيتا،
equal A equal 1. ودي مهمة جدا 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 اللي احنا هنتعامل بيها في الليسون بتاعنا النهاردة. تمام كده؟ محدش ينسى الريليشن دي كويس قوي وافتكر اهي. كوزين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال 1. الرول دي هنطلع منها 2 فورمولا. ايه هي؟ مره اخلي الكوزين باور 2 ثيتا زي ما هي، وهنقل الساين باور 2 ثيتا للرايت هاند سايد ويز انفيرس ساين اهي. ساين باور 2 ثيتا هي راحت لمين؟ لل1. وده برضو بنستخدمه. طيب زي ما انا قعدت دلوقتي في مكانها الكوزين باور 2، ممكن اقعد الساين باور 2 ثيتا في مكانها، يبقى مين اللي تروح الناحيه الثانيه بالانفرس ساين؟ ها ايوه الكوزين باور 2 ثيتا. وده الرول نمبر 3 اهو. تمام كده؟ يبقى دي رول نمبر 1 ودي رول نمبر 2 دي رول نمبر 3. تمام كده؟ طب يلا بينا نكمل. اقول تاني اهو زمين فورمولا كوزين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال 1. اوكي؟ طب تمام. يلا بينا احنا نطلع بعد كده انذر فورمولا. في شويه قوانين تانية ممكن تطلع منها. ازاي؟ تعالوا كده. ايه رايكم لو انا دلوقتي عملت هنا ديفايدد للايكويجن دي كلها باي كوزين باور 2 ثيتا، وهنا كوزين باور 2 ثيتا، وهنا كوزين باور 2 ثيتا. يلا بينا. هنا كوزين باور 2 ثيتا هتروح مع كوزين باور 2 ثيتا، هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال 1. تمام. بلس ايه هو الساين اوفر كوزين؟ ساين اوفر كوزين يديني ايه؟ يديني تان ثيتا. بس تان بس؟ لا، تان باور 2 ثيتا عشان انا عندي هنا باور 2. ايكوال ايه هو بقى ال1 اوفر كوزين؟ الريسيبروكال اوف كوزين ايه هو؟ هو السك باور 2 ثيتا. وده الرول نمبر 4. ده الرول نمبر 4 اللي احنا ممكن نطلع منه. ها رول نمبر 5 ورول نمبر 6. اوكي؟ طب يلا بينا. ايه رايكم لو انا قعدت دلوقتي التان باور 2 ثيتا في مكانها في الليفت هاند سايد؟ يبقى هنقل ال1 ده صح كده يروح الناحيه الثانيه بالانفرس ساين، يبقى هقول نيجاتيف 1. طب هو راح لمين؟ راح للسك باور 2 ثيتا. وده الرول نمبر 5. تمام. طب الرول نمبر 6 زي ما انا بعت ال1 الناحيه الثانيه بالانفرس ساين، هنقل بعد كده التان باور 2 ثيتا للانفرس ساين اهو. يبقى اقول ايه؟ سيك باور 2 ثيتا ها ماينس ايه؟ تان باور 2 ثيتا. ودي الرول دي اساسا هي ايه؟ هي نمبر 6. هي ما فيهاش اي حاجه حفظ، هي كلها بالفعل. انت بتكتب الرول بتاعتك الاصليه تمام، اللي هي كوزين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال 1 وخلاص. تمام. يلا بينا هنشتغل عليه. هي هي بصوا كده تاني اهو. ها كوزين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال 1. انا المره اللي فاتت عملت هنا ديفايدد باي وات؟ باي كوزين باور 2 ثيتا. لا المره دي بقى ايه؟ هتقول ساين باور 2 ثيتا، وهنا ساين باور 2 ثيتا، وهنا ساين باور 2 ثيتا. تمام. يلا بينا. لو انا قلت دلوقتي اهو ساين باور 2 ثيتا
باي باي مع الساين باور 2 ثيتا اديني ايكوال ايه؟ اديني ايكوال 1 ايكوال. فاكرين هنا كوزين اوفر ساين، كوزين اوفر ساين اخذناها في سينيور 1 في الفيرست تيرم هو عباره عن ايه؟ عباره عن كوتين ثيتا، بس انا عشان عندي باور 2 فانا هحط هنا الباور 2 اهي تمام. ما هو التان ساين اوفر كوزين والكوتين كوزين اوفر ساين. طب يلا بينا الرايت هاند سايد في عندي 1 اوفر ساين، ال 1 اوفر ساين هي عباره عن الايه؟ عن الكوسيك ايه ثيتا، بس عشان عندي باور 2 فانا بحط عندي الباور 2. يبقى دي يا شباب اللي هي الفورمولا نمبر 7، مفيش اي حاجه اساسا حفظ خالص، ومنها هنطلع دلوقتي اللي هو ذا اذر فورمولا اللي هو نمبر 8 ونمبر 9. يلا بينا. ها مره هقعد الكوتان باور 2 ثيتا زي ما هي، كوتان كوتان باور 2 ثيتا، كوتان باور 2 ثيتا ايكوال هبعت ال1 الناحيه الثانيه بالانفرس ساين تمام، هتكون نيجاتيف 1. يبقى دي الرول نمبر 8 تمام كده. طب والناحيه الثانيه هيكون ال1 لوحده في الليفت هاند سايد، والناحيه الثانيه مين اللي هيروح؟ اللي هيروح هو الكوتان باور 2 ثيتا بالانفرس ساين، يبقى كوتان باور 2 ثيتا، وده الفورمولا او الرول نمبر 9 بس كده. طبعا كل ده اساسا انت مع الاكزامبلز هتبقى فاهم كويس جدا ازاي نقدر ان احنا نحلها. يلا بينا. بيقول هنا ايه؟ بيقول هنا prove that tan theta plus cotan theta equal sec theta cosec theta. الكوزك اللي هي معناها اللي هي ايه؟ كوزك كده، هي هي يعني تمام. يلا بينا تمام كده. يلا بينا انا المفروض اعمل ايه؟ اشوف دلوقتي الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد تمام. الاول هنشتغل دلوقتي مثلا على الليفت هاند سايد، لازم يكون زي الرايت هاند سايد، يعني لازم يكون الليفت هاند سايد يطلع ب 6 ثيتا كوزيك ثيتا تمام كده. في اي حاجه صعبه؟ طب تعالوا يلا كده ايه نشتغل على الليفت هاند سايد. يلا بينا. التان ثيتا، التان احنا عارفين ان التان ايكوال وات؟ ايكوال ساين اوفر كوزاين، مظبوط كده. يبقى هشيل كلمتين ثيتا احط مكان ايه؟ ساين ثيتا اوفر كوزاين ثيتا تمام. بعد كده جابها كلمه بلس. ها الكوتان ثيتا، الكوتان ثيتا معروف ليا كوزاين ثيتا اوفر ساين ثيتا تمام ماشي. بعد كده لازم يكون عندي ذا سيم ديمونيتورز. طب احنا هنعمل ايه؟ سهله جدا، هنعمل كده كروس مالتيبليكيشن، الساين ثيتا تايم ساين ثيتا يديني ايه؟ ساين باور 2 ثيتا، تاني كوزاين ثيتا تايم كوزاين ثيتا يديني ايه؟ كوزاين باور 2 ثيتا. بس كده لا، ما انا لازم يكون عندي الديمونيتورز. الديمونيتورز هنقول ساين ثيتا كوزاين ثيتا، ساين ثيتا كوزين ثيتا اهي، ساين ثيتا كوزين ايه ثيتا
طبعا ساين، لما نقول ساين تايمز كوزين يبقى ساين كوزين على طول. تمام، يلا بينا. بصوا كده عندي دلوقتي في النيموريتور اللي فوق اهو، ساين ثيتا، ساين باور 2 ثيتا بلس كوزين باور 2 ثيتا. لو احنا فاكرين كويس قوي ان كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال 1. برافو، من الرول نمبر 1 خالص خالص. الرول نمبر 1 اهي، الرول نمبر 1 اهي، كوزين اهي، كوزين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال ايه؟ ايكوال 1. مظبوط كده؟ ماشي، يلا بينا نكمل. ها بعد كده هنحط في الديمونيتور كوزين ثيتا ساين ايه؟ ساين ثيتا. احنا هنخلي ال1 دي ديفايدد، ها ال1 دي هتاخد ايه؟ ال1 دي مره هناخدها ديفايدد باي ايه؟ كوزين ثيتا، ومره هناخد ال1 دي هي ديفايدد باي ايه؟ ساين ثيتا. تمام كده؟ طب يلا بينا. ال1 اوفر كوزين ثيتا، الريسيبروكال بتاع الكوزين ثيتا هي ايه؟ هي الايه؟ السك ثيتا. مظبوط، هي السك ثيتا. طيب تمام. طيب وال1 اوفر ساين ثيتا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الكوزك ثيتا. الله، ده طلع لي الليفت هاند سايد ده هو هو الرايت هاند سايد اهو، هو هو. بصوا كده، هو هو. يبقى احنا دلوقتي اثبتنا له ان الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد.